ردات الفعل حول تفجيرات الكرادة لم تخفف غضب الأهالي ولم تنهي الجدل بين ساسة البلاد، فيما يسعى رئيس الحكومة إلى إعادة ترتيب الملف الأمني من جديد. العبادي أصدر قرارات أمنية أقال خلالها قائد عمليات بغداد الفريق عبد الأمير الشمري واللواء أثير محمد مدير الأمن الوطني ومدير الاستخبارات أمجد الزرقاني وضباط كبار من الأمن والشرطة، فيما أوشكت التحقيقات على نهايتها لإعلان أسماء المتهمين والمتورطين. أوامر رئيس الحكومة سبقتها استقالة تقدم بها وزير الداخلية محمد الغبان احتجاجا على تفجيرات الكرادة التي كان سببها ضعف الأمن، داعيا رئيس الوزراء إلى قبول استقالته أو تكليفه بإدارة الملف الأمني كاملا. العبادي لم يعلن رسميا قبول استقالة الغبان الذي رشحته منظمة بدر، وقد يبقيه في منصبه بحسب مراقبين. المراقبون أشاروا إلى مطالبة الغبان تكليف عمليات بغداد حماية حزام العاصمة وترك مسؤولية الأمن لوزارته، كما رفض تسلم 40 سيارة كبيرة تحمل أجهزة كشف المتفجرات كان رئيس الوزراء السابق نور المالكي وقع عقود شرائها، والسبب يكمن في عدم صلاحيتها للعمل. ويقول سياسيون وبرلمانيون إن العبادي قد شرع بإصلاحات أمنية هامة قد تعيد فرض الأمن في بغداد وتنهي ملفات صفقات مشبوهة أودت بحياة المئات، منها أجهزة كشف المتفجرات المحمولة يدويا ورداءة المعدات المستخدمة في الحواجز الأمنية. جاسم محسن، العربية.